يا صباح الفل. احنا طبعا المرة اللي فاتت عملنا الستارة اللي هي العادية اللي هي مشرفة 2 فتل، فانا دلوقتي هعمل لكم شغل بسيط عليها من فوق لأي واحدة بط شقتها او تجدد في ستايرها. النهاردة هنعمل عليها شغل جنب بسيط كده، ايه، بشريط 4 فتلة وعليها فستونة شال. هنا الستارة لونها بينك في ايه، في رصاصي. فانا عملت الجنب اللي هو الخارجي، عملته لونين اتنين، فانا معايا هو جبت اللون البينك ومعايا اللون الرصاصي، عملتها لونين اتنين. جبت انا معايا الستاره هعملها على فتحه متر ونص، فجبت متر ونص من اللون ده ومتر ونص من اللون ده، هيديني العرض بتاعها 3 متر. هحط البرسل على البرسل وهوصل الاول الجنبين ببعض. كده وصلت الجنبين الاتنين مع بعض اهوت، خياطة واوفر. انا عندي القماش ده ارتفاعه 82، فانا عندي العرض اهوت اللي هيبقى على الماسورة متر ونص، والتاني زيه اهوت متر ونص. عايزة اخد الارتفاع بقى زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، بننقص من الارتفاع بتاعي من 5 لـ7 سنتي، من 5 لـ7 سنتي. فانا معايا دلوقتي حاليا الستاره هي، هقيسها معايا على المكنه هشوفها هي كم متر. انا عايزه الارتفاع عندي على ارتفاع 2 63. انا كده 1 2، هي كده معايا 62. طبعا انا بعد ما وصلت لقيت في عندي طرف طويل وطرف قصير، انا عندي هنا كده هي 62. المفروض ان انا هنقص كم من 263؟ قلنا حوالي 7 سنتي، قللت الايه الـ7 سنتي، فجاء عندي المقاس اهو. يبقى ده كلاته كده هقص عشان هركب من عنده الشريط. ده اللي انا قصيت من عنده اهوت الزياده اللي هيبقى فوق على الماسوره، هركب بقى عليه الشريط 4 فتله. طبعا هحط تحت الدواسه قلنا من 0.5 سنتي لـ سنتي، وده الشريط 4 فتله اهو. عندي في شريط 4 فتله عرمتين اتنين من اللي بتركب فيها الكوبشه. جت الستاره معايا، هو حلو بقى في ايه، جت الستاره طويله معايا على الارض، هروح الكوبشه اللي هنا كده، فطبعا هترفع معايا الستاره. حاجه تانيه، لو انا عايزه البرقع بتاعي ما يبانش ان هو على ماسوره، هركب برده تحت هنا مش هركب فوق. جت قصيره معايا، ارفع بقى الايه لفوق هنا. اول حاجه هاتني تانيه بسيطه زيه زي تركيب الشريط 4 فتل الـ2 فتله، بس هيبقى فيه زيادة بنت كمان. هذا اول بنت اهوت، وهسحب معايا الستارة بقى ايه على طول لحد ما اخلص الشريط. كده انا هشغل اهوت بتركيب الشريط. ادى كده اللون الرصاصي اللي هي المساحة المتر ونص بدأت تخلص معايا، هكمل عادي خالص على اللون البنك. فطبعا لازم ابتدي بالرصاص. كمل معانا تركيب الشريط. بقص زيادة حوالي من 2 لـ3 سنتي عشان هتنيهم كده. هبتدي بقى كده، انا ركبته من يمه، المفروض ان انا هثبت من اليمه الثانيه عشان اثبت الشريط. طبعا هشد القماشه كده وزي ما احنا برضو متعودين اشد الايه القماش من تحت.
2 فتله. هل بقى هو هيقف على كده؟ لا طبعا، لازم اديها بنط على الاقل من النص. ساعات في ناس بتعمل بنط من هنا وبنط من هنا، بس اهم حاجه ان انا ما ادوسش على الخيط، فانا هديها بنط واحد بس من النص. طبعا انا معايا الخيط اهوت، المفروض ان انا ما اجيش عليه بالخياطه، يعني الخياطه تكون بعيد عن الخيط عشان وانا باجي اشد ما يكونش دوست على الخيط مش هتتحرك معايا الستاره. فانا هدي البنط في النص كده. طبعا البنط ممكن اي واحده فيكم هتقول مثلا ايه، طب ما هي مشيت بالخياطه على العروه نفسها، عادي الكوبشه هتدخل في العروه حتى لو هي متخيطه. انا انتهيت من خياطه الشريط اهو، هركب بقى الفرنش. نضفت اوفر عشان هركب عليه الفرنش، فانا لازم الفرنشه هحطها كده، الكريستال هيبقى لبره او الشرابه بتاعت الستاره كده لازم لبره هنا كده، واللي هو الستريت دهوت هو اللي يبقى لجوه. هاخد حوالي نص سنتي او ربع، يعني قيمه الخياطه بس او قيمه الغرز. من تركيب الفرنش هكشف بقى الشريط الاربع فتل زيه زي الاثنين فتله، بس ده اربع فتل، انما الشريط الثاني كده انا ربطت الخيط من هنا اهو الاربعه اهو، اليمه الثانيه برضو